رجعنا معاكم ومكملين معاكم في برنامجنا الخاص في تغطية لليوم الأخير من فورم دي سي في دورته العاشرة 10 years of transformation what's next. هذا اللي حكينا عليه اليوم برسك كل مدة 3 أيام في مختلف برامجنا. باش نحاولوا نرجعوا على دو انيشيتيف اللي هما مهمين بالنسبة للأجيال القادمة بالنسبة للفوتور نتاع البلاد. وقت اللي نحكيوا على لي دي سي هذيك علاش حاضرين بحذايا مدام ألفا الصالحي ممبر دو كوميتي دورغانيزاسيون دو فوروم دي سي. اهلا وسهلا بك. يعطيك الصحة، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة على الاستضافة. يا عايشك. وحاضر بحضرنا زادا مسيو أحمد كارا ممبر دو بيرو ديريكتور دو كلوب دي سي تونيزي ممبر دو ليكيب دورغانيزاسيون دو فوروم دي سي. مرحبا بك. مرحبا، شكرا على الاستضافة وشكرا لكافة المستمعين. فوالا كوم سا ايتي انونسي افيك زميلي وسيم بالعربي صباح في ستارت اب باش نحكيو على دي سي كيدز ودي سي جونيور. باش نبدا مع الكيدز الصغيرات ما تسالش مدام في المره هذه. دونك باش نرجعوا نحكيو على اون انيشيتيف اللي بدات بالنسبه لكم من العام اللي فات، دونك في النسخه التاسعه من الفوروم دي اس سي، واللي اليوم اخذت امبلور جديده وبدات هكا تكبر الفكره اكثر واكثر. لو كان نرجعوا عليها باكثر تفاصيل سيدي احمد. عامنا كانت المشاركه بالكلوب روبوتيك في نابل مدينة واحدة، وكانت فكرة ونجحت والناس كل حكيت عليها والناس كل عجبتها الانيسياتيف، انه نشوفوا صغارنا تو كيفاش قاعدين يخدموا باش يتطوروا باش نشوفوهم من هذاك ان شاء الله دي فيتور دي اس. من بعد صارت تظاهرات، كانت فيهم بارتناريا مع الكلوب دي اس، كنا لي مومبر دو كلوب دي اس يشاركوا معاهم في التظاهرات هذيا ان تونك مومبر دو جوري، ومنها هي تحصلوا مرتين انهم يمشيوا للبطوله العربيه. صارت مره في قطر وجابوا منهم جوائز، وصارت مره اخرى في الاردن وجابوا منهم جوائز، وما شاء الله عليهم صغيرات كل مره قاعدين يبتكروا في حاجات اخرين باليوروبو. وهذا هو معناتها نحاولوا نشاركوهم في الايكو سيستيم تاع الاي تي ونشوفوهم ان شاء الله في مع مهمات اكبر في ان شاء الله. دونك اليوم بالنسبه للدوره هذه العاشره نجمو نحكيو على مسابقه في الروبوتيك تجمع اربعه من النوادي المختصه في هذا. دونك الاربع نوادي من نابل مهديه اريانا ومنزل تميم. ومنزل تميم أربعة باش يكونوا ولا كانوا حاضرين جوستومون. كل كلوب عنده لو روبو نتاعو. وان كوا كونسيست الكونكور؟ اون فيت هما الأربعة كلهم باش يكون عندهم لي روبو نتاعهم، وفما شكون باش يعرف بالروبو نتاعو خاطر فيه خاصية متطورة بارابور دوطخ روبو. إن شاء الله معناتها لي دي سي يتحولوا لستون هنا ويشوفوهم كيفاش قاعدين يعملوا ويشوفوا التكنولوجيات الحديثة اللي قاعدين يستعملوا فيها. فوالا. أبارتير دو 14 إل يوغا ميني كومبيتيسيون. ميني كومبيتيسيون هذه باش تكون سومو، كيما نعرفوا سومو اللعبة هذه. اللعبة فوالا يا ان سيركل زوز دو روبو مش يحاولوا كل روبو يخرج من السيركل هذيك الروبو الاخر. فهمتني؟ فيها برشا جو، فيها برشا ضحكه، وفيها بوكو دونتوزياسم عند الصغار. هذه شفناها قبل في المسابقات من مسابقات في الروبو اللي فيها برشا حماسه. وهذه هي احنا مش تكون ميني كومبيتيسيون، مش نكونوا احنا داعمينها معنويا، وهذا هو باش نحفزوهم في حاجات ما خير ان شاء الله. هو فما نقطه احنا حكينا عليها من بكري شويه في الاوف، وهي قداش مهم لامبليكاسيون اليوم نتاع الكلوب دي سي مع الصغيرات ومع النوادي اللي كيما هكا، انهم يعاونوهم انهم يرافقوهم. اليوم هالبارتناريا هذايا ان صح التعبير مع لي كلوب دو روبوتيك واوتر، الهدف منه وكيفاش تراو التطور نتاعو، معناتها كيفاش تراو هالبارتناريا هذايا الفيتور نتاعو كيفاش ينجم يكون؟ باش نقعدوا في واتس نيكست نتاع شعار المرحله هذه. هو صافي بارتي لان دي زوبجيكتيف دي كلوب، انه نشاركوا في ونكون عندنا دي بارتنير افيك لي ديفيرون كلوب اللي موجودين في تونس وخارج تونس، ودي كلوب دي اس سي في دوتر معناتها دوتر بي دو كونتينون افريكا. انه فاش نراهم احنا اوني دون لا ريشيرش اوني دون لا ليز بعد الفوروم ابخي شاك معناتها ايديسيون فوروم نعملوا ان فيدباك اش عملنا اش ما عملناش كذا. احنا اليوم نقولوا انهم الصغيرات هذوما مش يشاركوا مش يكونوا عندهم
نظره مش تقعد لا بارتيسيباسيون نتاعهم في الفوروم ماركونت في حياتهم. وفما صغيرات يقعدوا ديما اون كومينيكاسيون معانا، كيفاش وصلتوا، اش عملتوا، كيفاش نحب انا تو نعمل هكا، انت اش تنصحني، واحنا زاد نخم دو سافوار فوالا. واحنا اليوم هنا 700 اليوم عندنا 700 دي اس اي، بوكو دي اس اي يقولوا شنو ما لي كلوب، نحب اولادنا زاد يتعلموا هكا. لو موند يمشي للي ولي روبو دونك دونك سي سا ان بو. مازلنا لوبجيكتيف ني با اون معناتها تري كلير، مي اون اي دان لا ريشيرش معناتها دون معناتها دون روت كي مان ان اوبجيكتيف probablement bien باهي تونس وباهي صغيرة تونس ومستقبل صغيرة تونس. سا سي سيغ. احنا انتوما بلوتو ما وقفتوش كان عند الصغيرات، نحكيو على ترونش داج من 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 8 ل 18 سنة ابوبخي هكاكا فوالا. دونك 9 8 9 سنين ل 18 سنة ل 18 سنة تعديت هي للمرحلة اللي من بعد اللي هي اليوم تهم لي زيتيديون، تهم لي جونيور. اي دوكو نحكيو على دي سي جونيور، حاجة جديدة يمكن حاجة تنجم تكون فيها برشا حوافز هكا وان بوست معنوي وغيره بالنسبة للي زيتيديون، على خاطر نحكيو على دي زيتيديون كي فون بيتشي لي بي اف ام تاعهم قدام ان جوري من لي دي سي. بيان سور كيما انت قلت صحيح، احنا لا روبريك دي سي جونيور هي اول سيسيون، احنا حبيناها سبيسيفيك في لا ديزيام اديسيون دي فورم و لا بروميير اديسيون دو دي سي جونيور. دي سي جونيور هي انشينمون، عملنا الكيدز، عملنا توا جونيور، اقرب هما بروشينمون لي دي سي جينيراسيون لي جوست من بعد. وي دونك احنا اش عملنا، اخذينا كاتر فاكولتي اللي هما لانسي، الفاك دو سيونس، لينسات وليزيت كوم. داكور. شفنا احسن بروجي، معناتها لو بروجي اللي عنده فالور كبيره واللي فيه ليتيديون معناتها هو يكون لو مايور متميز معناتها لو بروجي متميز والليتيديون زاد متميز. وي وديجا احنا شوا خليناه للفاكولتي باش تعطينا لو بروجي. داكور. دونك خلينا كاتر بروجي. يعني فار ان ابيل ا كانديداتور هذايا والا جوست لو كونتاكت كان مباشر مع لي فاكولتي. كان الكونتاكت مباشر مع الفاكولتي. داكور. اي واضح. والفاكولتي هي لا سيليكسيوني كل فاكولتي. لا سيليكسيوني فوالا دو بروجي واحنا اخترنا un projet. واضح. Avec un jury bien sûr. Bien sûr. Oui. Avec des critères معينين. اي. دونك خذينا 4 بروجي، اون فا هما لي دي سي جونيور اللي عندهم البروجي نتاعهم ايل فون بيتشي ان شاء الله اليوم ابارتير من الاربعة، من الاربعة للخمسة، و ايل فون بروندر دي بري. داكور. دونك لو ميور. اي. ليه الكل الكل اي الاربع ربحين اي به البري للفاكولتي اللي قراتهم وانكادريتهم وللليتيديون عنده اتيستاسيون دو ريسيت. داكور. اليوم بالنسبه للي بيتش هذوما باش يكونوا معناتها سي كوم سي هما حاضرين في معناتها فريمون نقولوا احنا البيتش نتاع البي اف ام نتاعهم مع اساتذتهم في الفاكولتي نتاعهم. اليوم هذايا شنو هو بالنسبه لكم باش يضيف؟ انا نعرف اللي غيان كو لو كونتاكت مع لي دي اس سي في حد ذاته سي ان بلوس، لكن شنو اخر انتم شنو الهدف من وراء هذا الكل؟ احنا الهدف دونك هو ليتيديون كي باش يجي بيتشي ساعه هو كان يبيتشي قدام جوري والا نومبر المومبر صغير توا معناها تبارك الله قدام 600 دي سي افريكان منهم 25 بي باش تكون له حاجه كبيره معناها هو عنده ينجم يعجبهم ينجم يلقى دي زوبورتينيتي احنا بيدنا كي تعجبنا سوليسيون نعيطوا له ونخدموا معاه معناتها هو عنده بوكو دافونتاج واحنا زاده راو المستقبل نتاعهم وراو جينيراسيون كيفاش توا.
داكور دونك ان شاء الله ربي يوفقها ان شاء الله. الحاجه الاخرى هو جوستمون بالنسبه لي دي سي جونيور اسكو تخمو انها باش تتعمم اكثر على اكثر دي فاكولتي بوتيتر مشو اكثر في الجهات في نعرفش وي. احنا سنين كيما قلت لك اول سيسا. اول تجربه اي دونك ان شاء الله عام الجاي باش نقدموا ناخذوا دوتر فاكولتي احنا معناتها سنين خلينا باغازار هذوما القدم اول فاكولتي في تونس واضح. دونك من بعد بيان سور كل مره عندنا سيليكسيون تاع دوتر فاكولتي واضح. سينون اذا كان نحبوا نرجعوا شويه على لي بي اف او كي فون تيتر بيتشي لي تيماتيك نتاعهم هكا رابيدمون هما بيان سور كلهم في الاي تي بيان سور. عندنا مثلا عندنا بروجي على سوبلاي شين. سوبلاي شين هو السيركوي داشا في لي سوسيتي في لي زونتربريز معناتها توا. وعندنا ان اوتر بروجي على البوزيسيون على الجي بي اس بالدرون. اوكي سي تري امبورطون زيدا تكون فما بيوس جي بي اس في لي درون بور سيليكسيوني لي بوزيسيون في البحر ولا فهمت داكور لي زاكسيدون ولا معناتها دي ديزالير. وعندنا دوتر بروجي ان شاء الله نشوفوهم من بعد مع لي دي اس جونيور. داكور دونك هذوما بلوز او موان اهم ما باش يتم تقديمه. وكما بكري توتالور سيد احمد الشريف في بدايه البرنامج نتاعنا قال هذه فرصه لانه ينجم يكون لو فيتور امبلويور نتاعهم حاضر في السال ويسمع فيهم يبيتشيو. وي هذه زاد واحد من الاهداف اللي تنجم فريمون تعطي فرصه لي جون ويكونوا حاضرين ويفهموا شنو اليوم لونجو وانهم يحكيوا مع لي دي سي اللي ديجا واخذين المراكز نتاعهم ويخدموا دوبي دي زاني في الدومين نتاعهم. احنا ليناهم من وقت اللي جاي وقعدوا عجبتهم عجبهم الامبيونس وعجبتهم الانفيرونمون. واضح يعطيك الصحة مدام عايشة. شكرا لكم الزوز بون كونتينياسيون ان شاء الله مزيد من التوفيق جوستومون بيسكو ان شاء الله نشوفوا التجارب هذوما الزوز دي سي كيتو دي سي جونيور يزيدوا يكبروا اكثر ويكون النومبر نتاع لي بارتيسيبون اكثر بوتيتر ويمكن الامباكت مش يمكن سيغتانمون الامباكت ينجم يكون كان خير ان شاء الله. هذا هو شكرا يعطيكم الصحة. احنا هكا نكون وصلنا معكم لنهاية برنامجنا بالنسبة لليوم. نرجع مع بقية برنامجنا بيان ايفيدامون مباشرة من استوديوهاتنا في تونس ونقول لكم نتقابل ان شاء الله في موعد جاي على راديو اكسبريس اف ام.